يعني قيل أن المتفائل يعلم الفرج عن بعد أميال، المتفائل يعلم الفرج عن بعد أميال. قال الله إني لأجد ريح يوسف، يعقوب عليه السلام في فلسطين ويوسف في مصر، لما خرجت البعير من خزائن مصر الريح نقلت ريح يوسف، قميص يوسف إلى أنف يعقوب، قال إني لأجد ريح يوسف. فقالوا أو قال أهل العلم المتفائل يرى الفرج على بعد أميال. كذلك